هنا عبد آمون. مر الفراعنة والفرس والبطالمة والرومان، كل منهم روى حكايته في معبد هيبس المطل من ربوة عالية تشرف على مدينة الخرقة. ترجع تسمية هيبس القديمة للكلمة المصرية القديمة هيبت، والتي تعني المحراث، ودي الكلمة اللي كانت بتطلق على المعبد في العصور القديمة وواحد الخرقة في نفس الوقت. يرجع تاريخ المعبد للعصر الصاوي الفارسي، الأسرة 26، ويعتقد أن المعبد بني على أساسات معبد قديم يرجع إلى الدولة الوسطى أو الدولة الحديثة. تم استكمال المعبد في الأسرة 27 في عصر الملك الفارسي دارا الأول أو داريوس الأول، ونقشت معظم نقوشه.